اليوم رح نعمل سويس رول مالح مميز بحشوة كتير طيبة وطريقة تحضير مميزة جدا وسهلة. رح نستخدم أولا جبنة التشيدر تشيز، أنا اليوم استخدمت هذا النوع من الجبنة. وزن العلبة هاي 100 جرام، بس لما برشتها صارت عندي كوب. أول إشي رح أحطها بالخلاط جبنة التشيدر. عادي بنقدر نستخدم أي نوع من جبنة التشيدر المتوفرة عنا. حبتين بيض بدرجة حرارة الغرفة، علبة قشطة واحدة بوزن 120 جرام أو بالأكواب المعيارية نص كوب. هلأ رح أخلط هاي المكونات لحد ما تتجانس تماماً. خلطتهم لمدة دقيقة واحدة بس، وهلأ هون رح نبدأ نضيف 3 شرائح من خبز التوست الأبيض، بفتتهم شوي وبضيفهم بالخلاط، معلقة صغيرة من البيكنج باودر. رح أرجع أخلط المكونات مع بعض لحد ما يختفي الخبز تماماً. بس تأكدنا إنه كل المكونات انطحنت تماماً وصار عندي خليط متجانس، هلأ بيجي دور الخطوة الثانية. حضرت صينية بايركس 30x25 ونقدر نستخدم كمان المربع. هون رح أرشها بالزيت بعد ما بطنتها بورق الزبدة، ورح أصب الخليط كامل في الصينية. لو كان معكم الخليط سميك شوي ممكن نخففه بمعلقتين كبار من الحليب السائل. وهلأ ببدأ أفردها بالصينية لحد ما تاخد شكل الصينية كامل. مباشرة رح أحطها بفرن محمى مسبقا على الرف الأوسط على درجة الحرارة 160 لمدة 10 دقائق. احتاجت مني 15 دقيقة لأخذت لون من تحت. هلأ بضوي النار من فوق بس وبتركها لتاخد وجه خفيف. أثناء ما عم نخبز بالفرن رح نحضر الحشوة. عندي هون علبتين من التونة صفيتهم من الزيت وحطيتهم بوعاء كبير. رح نبدأ بتحضير باقي الحشوة. 4 معالق كبيرة من المايونيز، استخدموا مايونيز كريمي من نوع جيد. معلقتين كبار من مخلل الخيار المفروم، طبعا إضافته اختيارية بس كتير طعمه طيب. ورح أحرك المكونات هاي مع بعض. كمان بنقدر نضيف بصلة صغيرة مفرومة ناعم إذا كنتوا بتحبوا. هيك حشوتي صارت جاهزة، رح أخذها على جنب. هون بعد ما طلعت الخبز من الفرن، هلأ مباشرة وهو سخن بحرر أطراف القالب وبقلبها. هون حضرت ورقة كبيرة من القصدير وحطيت فوقها كمان ورقة من ورق الزبدة. رح أحط العجين فوقها بس رح أخلي الوجه اللي كان أسفل الصينية لفوق. هيك عجينتي أنا جاهزة. لازم تكون معنا العجين طرية ولسه دافية. رح نبدأ نحشيها بالحشوة اللي حضرناها. رح أفرد كمية التونة مع المايونيز والمخلل اللي حضرناهم على كامل الخبزة. طبعا إذا ما كنتوا بتحبوا حشوة التونة بتقدروا تحشوها بأي إشي أنتوا بتحبوه، سواء صدور الدجاج، اللحم المفروم، مع الصلصات اللي بتحبوها. ممكن كمان تستخدموا اللبنة مع شرائح البندورة والخيار. يعني في بحر كبير من الحشوات ممكن نعمله له الوصفة. وهلأ رح أوزع شرائح من الخس كمان فوق الحشوة كامل. بمسك الورقة والقصدير بهذا الشكل وببدأ أبرم أو ألف قطعة الخبز بشكل دائري. رح أرفع وأضل أبرم لحد ما تصير عندي شبه السويس رول. بلف القصدير والورق عليها كامل ورح أسكر الأطراف وألفها كتير منيح. بدنا نضغطها قد ما بنقدر. هذا الرول عندي هيك صار جاهز. هلأ رح أخده أبرده بالتلاجة على الأقل مدة نص ساعة حتى تتماسك الحشوة مع العجين. بعد ما بردتها بالتلاجة لمدة نص ساعة رح أرجع أفكها. أول إشي رح أشيل الطرف، طبعا ما منكبه بس للتقديم بدنا شكل مرتب من القطع الداخلية. وهلأ رح أقطعهم تقريبا القطعة 2 سنتي. وهلأ خلينا نجرب هالسويس رول المالح المميز بحشوته المميزة وعجينته الكتير طيبة